طيب، دايما الاجواء في افريقيا بتكون مختلفه. أوه. مثل هذه المباريات كيف ترى كواليسها؟ احنا مش عايزين نتكلم فني، لكن أوه. عايزين نتكلم الكواليس اللي بتدور حول هذه المباراه، مباراه الاهلي وسان داونز. وحضرتك اكيد سافرت كتير مثل هذه طبعا. المباريات. طبعا. شوف يا كابتن، هو اولا النادي الاهلي مسافر هذه المباراه ويضع امامه هدف واحد. أيوة. ان شاء الله، وهو تحقيق الفوز ايا كان صعوبه هذا الامر. يعني مش هنقدر نقول انه مساله سهله او في المتناول، يعني مش موضوع سهل قوي كده، لكن هو ده النتيجه اللي ممكن تعدل الموقف تماما في المجموعه بالنسبه للنادي الاهلي يعني خصوصا. اما الكواليس بقى اللي هي المعروفه، كواليس الافريقيه، سواء كان امور كلها اولا بتبقى خارج الملعب، احنا شفنا يمكن قبل المباراه دي دعوه جماهير للدخول مجانا، واي حد لابس اصفر هيخش وحفله غنائيه بس انا بشوف برضو ان ممكن هذه الاجواء ايوه تبقى احتفاليه اكتر منها لا علاقه بالمباراه. يعني ما هو ماشي، هو عايز يجيب الجمهور بس، مش عايز حاجه تانية. هو عاوز يجيب الجمهور. يا ريت لو جبتوا لنا، انا اسف يا استاذ جمال، لو حضراتكم دلوقتي جبتوا لنا شباب، لو جبتوا لنا صور مباريات الهلال مثلا وسان داونز اللي كانت في بريتوريا، مفيش جمهور في المباراه. لا، هو دايما دايما لو تلاحظ ان الكلام اكتر، وده على فكره مش ادعاء شيء، يعني احنا مش هنقول ان دايما مباريات الاهلي عليها العين. احنا شفنا الهلال، لا احنا شفنا الهلال مدى اهتمامه، وانا شفت تصريحات بصراحه لبعض المنتسبين او منسوبي الهلال لا بعيده تماما. يعني انا شايف حد بيتكلم امبارح على التيك توك والكلام ده، بيتكلموا كلام صعب جدا، وانه النادي الاهلي يعني حتى انت وصلت الى ان النادي الاهلي بقى مدلل الاتحاد الافريقي. يعني حتى المنافسين في افريقيا بداوا يتكلموا على جزئيه غريبه جدا. ان النادي الاهلي مدلل، هنرجع نقول لهم تاني هو مش مدلل بدليل. لا ما معلش، انت عارف الدليل؟ مباراه الاهلي والقطن، انا اسف، الهلال والقطن. هو القطن مدلل؟ لا ما مدلل، بس ما لهمش طلعوا في حاله. لا القطن مش القطن مش مدلل، القطن لعب مع الهلال في السودان في في ملعب فضح الهلال السوداني. فضح الدنيا ماتش القطن بدون بامانه شديده. لا فهل ده معناه ان الاهلي برضه طلب ان الماتش ده يتعمل؟ لا أنا طبعا، انا كل اللي بقصده ان من ضمن الاجواء والكواليس انه دايما في حاله من حالات التحفز والانتظار لمباريات الاهلي ايا كان المنافس. طب ده احنا ما بنقولش ده ان دي مظلوميه، لا لا احنا لا نتحدث عنها كمظلوميه. ايوه لانه النادي الاهلي لا يضع في اعتباره مثل هذه الامور. صحيح. هو يضع في اعتباره انها مباراه داخل المستطيل الاخضر، وباذن الله بيعمل كل، هو اللعيبه والجهاز الفني بيعملوا كل الاجراءات اللي من شانها ان هم يحققوا افضل نتيجه، واخد بالك؟ لكن قصه بقى ان الكل مركز قوي، يعني حتى بما فيهم سان داونز بيعتبروا هذه المباراه بالذات زي ما شفنا كده ده الاهلي يا استاذ جمال. ايوه بالظبط، الاهلي يعني احنا لا بناخدها لا بناخدها على انها مظلوميه، ولكن ده قدر، ده قدر النادي الاهلي. واعتقد برضو لاعبتنا عندهم من الخبرات باذن الله ان هم يقدروا المسؤوليه الملقاه عليهم في هذه المباراه. استاذ جمال، انا لعبت مع نادي الاهلي في سان داونز، مع النادي الاهلي لعبت في نادي اخر ضد سان داونز. بالظبط، دي حاجه ودي حاجه. مع في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا كايزر تشيفز مثلا لا انا اقصد انا كنت بلعب في نادي تاني. يعني بتفرق طبعا. لا طبعا بتفرق، فانت بتبقى رايح والعين عليك ان ده بطل افريقيا. طيب بطل افريقيا وعشر مرات مش كده؟ فانت رايح الناس كلها مترقبه ومنتظره، وده اللي بيخلينا دايما نطالب لعيبه النادي الاهلي ايه؟ ان هم يبقوا على مستوى هذه المكانة اللي حققها النادي الاهلي خلال السنوات الماضية. حققوها هم وهم كمان هيقدروا يحققوها، يعني هم يدافعوا عن تاريخهم. انا شايفها يا كابتن سام، معلش اتفضل، ان المباريات دي يعني ايه
تكسب ولا تلعب. برافو عليك. طبعا. انا قلت كده على ماتش المقاولين كمان خلينا زي ما حد بيقول كده. فقال لك يا جماعه ده مش عارف. بص يا كابتن هذه المباراه بالذات مباراه روح. اذا لم تمتلك دافع الروح وروح الفرينه الحمراء الاصليه اللي على الحقيقه ايوه اللي تظهر في مثل هذه المواقف 1907 انا بكلمك اهو اللي هو يعني ايه خلاص ما ينفعش العب مع صن داونز ما ردلوش الدين. يعني لابد يكون هناك حافز واستعداد يا جماعه الفرقه دي كسبتنا رايح جاي في البطوله اللي فاتت يعني كسبتنا رايح جاي رغم ان هي خرجت من دور الثمانيه خرجت من دور الثمانيه بعد دور المجموعات خرج ما حدش كان يتوقع وخرجت من فرقه ما حدش يتوقع برضه مستواها مش زي مستوى صن داونز صحيح. فانت محتاج تاهيل واعداد والايمان بقدراتك وثقتك في نفسك وتمثيلك لنادي بحجم الاهلي يحتاج منك ما فيش ذره سرحان حقيقي ما فيش ذره عدم تركيز ما فيش خطا ما فيش ثانيه ما فيش لمحه لابد تعيش ال 90 دقيقه وانت واقف على طراطيف صوابعك وتقول انه جه الوقت اللي لازم ارد الدين. لا لا كفايه كده يعني انت احنا لعبنا معاه وهو لعب معانا مباراه كبيره بان فيها امكانيات فريق كبير فريق يعني بص لا فرقه كوره فرقه كوره طبعا ورغم ذلك انت كنت قريب من تحقيق الفوز لولا السرحان. لا الفوز ايه وانت كنت متاخر انا لما اكلمك اهو كنت ما انا بقول لك اهو لولا السرحان لولا يعني عدم التوفيق ببعض الفرص فانت رايح المباراه دي ما تجيش تقول لي في تفكيرك ولا شغلان في اي حاجه لا تقول لي درجه حراره ولا تقول لي شمس ولا تقول لي المباراه الساعه 3 العصر انتهى الكلام مفيش حجج يا جماعه هي. بصوا عشان بس ان ايه نكون واقعيين مع بعض لو انتوا رجعتوا اتفرجتوا على تصريحات تنهاج مدير فني بتاع مانشستر يونايتد بعد مباراه 7-0 قال كلمه واحده بيسالوه بيقولوا له هل يعني الهزيمه قبل ولا راجعه لا بعد الماتش هل شايف ان الهزيمه راجعه للارهاق والاجهاد عشان الفريق لعب نهائي كاس كاراباو ومش عارف مين كان قال له رد على الوزيع قال له الكلام اللي انت بتقوله ما صحش تسال السؤال ده ارهاق ايه واجهاد ايه احنا العيب فينا دول لعيبه المفروض محترفين ما يقعوش في الاخطاء دي فاللي انا عايز اقوله تاريخنا وقدراتنا وامكانياتنا واللي احنا عملناه لابد ان يظهر ايوه المعدن وطينه الكبار في مواجهه يوم السبت المقبل نعم. لابد انك انت يكون عندك تركيز وحافز بكسر عزيمه صن داونز لازم توجه ضربه غير متوقعه ده اولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى الشكل اللي هيختاره كولر لابد كولر يعتمد على المباغته لابد يعني يكون في تفكير مختلف طبعا مباراه صعبه مباراه سهله بس مش مرعبه لانه 11 راجل قصاد 11 راجل الفيصل فيها ايه الجهد العرق الاخلاص العمل ايوه المذاكره التركيز البعد عن كل حاجه النوم بدري الصحيان بدري التعود المساله يا جماعه والله يعني مش عاوز اقول انا عندي ثقه في الجهاز الفني عندي ثقه في لعيبه الاهلي ان هم يقدموا واحده من المباريات الكبيره اللي نقولها لا احنا موجودين احنا مش هنتنازل ومش هنسلم صحيح وتاهلنا هيكون باقدام لعيبتنا